مجموعه بثلاثه هذا العام هذا وما خليو حتى شي حاجه. وكنقول فريق الرجاء يسمح لينا بزاف على هذا العام اللي داز عليه. عندي الموحد كطريام اقسم بالله مدوس وجيت باش نتفرج في هذا الماتش. مشاهدينا الكرام، اجواء متميزه ورائعه هنا ببركه محمد الخامس. فريق الوداد الرياضي كيتمكن بالفوز بالبطوله رقم 22. غنسولوا الجماهير على الشعور ديالها والفرحه، فابقوا معنا. ما احنا فرحانين بالبطوله المغربيه 22 ان شاء الله، ومزيد من الالقاب باذن الله. كنتسناو كاس العرش ان شاء الله تو نديو من بعد ما دينا العصبه، وديما وداد مازال ما قنعناش. كنتسناو كاس العرش ان شاء الله، نختموها بثلاثه هذا العام هذا وما نخليو حتى شي حاجه. المباراه ديال الديربي كنتظروا غير الفوز باذن الله، واللعابه غادي يديروا اللي عليهم وغادي يوجدوا المباراه مزيان. لا ما كنتظروش نفس السيناريو، كون ان اللعابه كانوا فرحانين بالعصبه بزاف وعطاوها اهميه كثيره، وبالتالي حنايا كنتسناو تتويج بكاس العرش مره اخرى. وكنتمنوا الحكم يكون في المستوى، ما يكونش حكم اللي يكون منحاز لطرف واحد. كذبش عليك اخويا، الاحساس احساس غريب. حنا دابا مخلين القرايه وجايين تيران، كنشجعوا الوداد وديما وداد، وكنقول فريق الرجاء يسمح لينا بزاف على هذا العام اللي داز عليه. صراحة اللاعبين متواضعين بزاف، كاملين جبران حيمود الدراري كلهم تبارك الله متواضعين، وحنا جهدنا على الوداد، قنعنا باقي كاس العرش باقي، ما بغينا نخليو والو للجرا، كذبش عليك. الوداد باينه غتربح في الديربي، ان شاء الله باذن الله غنربح. زوينه خويا، كانت مباراة زوينه، واخا عندي الموحد كطريام اقسم بالله مدوس، وجيت باش نتفرج في هذا الماتش. الوداد كل شيء. بصراحة أنا فرحانة بزاف، وكنتمنى لكاع الجماهير الودادية، المهم فرحانين بزاف وصافي. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.